هذا يسأل عن استلام الحجر في الطواف. الحجر يبدأ الطواف من عند الحجر، فإن قدر على استلامه بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله فهذا مستحب وعبادة لله عز وجل، وإذا لم يستطع من كثرة الزحام فإنه يشير إليه بيده ويكبر، ويكفي هذا عن استلامه. من أول شوط كل ما حاذى الحجر في كل شوط، إن تمكن من استلامه وتقبيله فعل، وإن لم يتمكن فإنه يشير إليه عند محاذاته ويكبر من أول شوط إلى آخر شوط. نعم.